أهلا ويسعد صباحكم. وأولى محطاتنا لليوم هي الفقرة الطبية يلي رح نحكي فيها عن مرض شائع تبدأ أعراضه مع بلوغ سن الأربعين، حيث تبدأ ألم المفاصل بالظهور بعد سنوات من الجهد، إلا أن العادات الخاطئة اليوم جعلته يطارد صغار السن أيضا. ألم المفاصل، ما بين الأعراض والأسباب والوقاية، مع الدكتور يوسف أسعد نقيب أطباء دمشق اختصاصي بجراحة العظمية. صباح الخير دكتور. صباح الخير.